وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة. اليوم سنتعرف على أغنية شوفوا لامور ما دار فيها للفنان بلال الطكشيني. هذه الأغنية هي في مقام كرد على الضوء، وكرد على الضوء بهذا الشكل. والكرد على الضوء يتكون من أربع علامات سوداء في السلم الموسيقي، وهي السي بيمول، المي بيمول، اللا بيمول، والري بيمول. طبعا ترتيب في البيمول والدياز هو بهذا الشكل، السي بيمول، المي بيمول، اللا بيمول، والري بيمول. ثم نأخذ إيقاع واي واي على سرعة 90 ونعزف الأغنية كاملة، ثم نفصلها بالنوتة الحرفية مع ذكر التوافقات لزاكور. هذه الأغنية تبقى على هذا المنوال الأخيرة مع تغير كوبليهات الغناء. نبدأ أولا بالغناء. دو 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 غي مي غي دو غي دو سي 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 دو غي دو دو غي دو 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 غي مي غي دو سي لا سول 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 مي مي غي دو. ونعيده مرة أخرى. دو 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 غي مي غي دو غي دو سي 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 دو غي دو دو غي دو 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 غي مي غي سي سي لا سول 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 مي مي غي دو غي مي فا. هنا نبدأ في الكوبليه الثاني. دو 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 فا فا مي غي غي ري مي مي غي غي ري مي مي غي غي سي 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 مي مي غي غي دو دو غي غي دو 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 غي دو 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 فا فا مي غي غي ري مي مي غي غي ري مي مي غي غي سي 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 مي مي غي غي دو. هذه الأغنية كاملة. الآن سنذهب إلى التوافقات لزاكور. سنأخذ البيانو لنشير، طبعا العزف الذي نعزفه هنا لزاكور طبعا نعزفه هنا في الارانجمو أي في التوزيع. لاحظ، نبدأ بالفا مينور، فا لا بيمول دو، ثم التوافق الثاني هو
سي بيمول مينور، فيه السي بيمول الري بيمول والفا، ثم المي بيمول ماجور، يكون في المي بيمول صول سي بيمول. ونعود لنقطة الارتكاز أو توافق الارتكاز الأساسي وهو الفا مينور. طبعا هذه ثلاث نقاط رئيسية في ليزاكور. طبعا هناك بعض الممرات لكن هي صعبة على المبتدئ وعلى العازف المبتدئ، فقط أعطيت يعني النقاط الرئيسية أو التوافقات الرئيسية، وهي الفا مينور، سي بيمول مينور، ثم المي بيمول ماجور، ثم الفا مينور. أتمنى لكم الاستفادة، وانتظروا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.